الحباب كل لما نلتحق بنا في استوديوهات برنامج الماتينال نمشي ونشوفوا الطاولة بحذا لشيف. مرسي بوكو يا فاطمة. أنا كما تشوف حضرت لي بيسكوي اللي وعدت بهم. أنا اليوم عملت بيسكوي خاص للكبار اللي هو تنجم نقولوا غاليت كابوتشينو قهوة، حاجة بنينة برشا. اللي يحب يشرب قهوة وهو من غير ما يشربها يبدأ مثلا ماشي البقعة يحب يشرب قهوة، وهي في فورم بيسكوي نجم راهو يستعملها كقهوة في معناها مطعمها بالضبط كأنك تشرب في قهوة. اليوم البيسكوي متاعي هو فورمتو كيما الانجالي، فيه فرينة سبيسيال جاتو وردة، فيه زبدة مرياح، فيه شوية ملح، قرصة صغيرة ملح، فيه قهوة كونسنتري بالقدا حطيتها قاصحة بالقدا، فيه شوية نشي سمارتشيف حطيت له سكر فاني سمارتشيف. انتم لاحظتوا ما فيهش عظم ما فيهش خميرة، وريتكم التكنيك سختو متعاملين ولفيتو في السكر بعد برمتو فتلتو بالقدا، ومن بعد نحطوه ربع ساعة ولا درجين في الكونجيلاتور باش نجمو نقصوه ويجيو الفورمة متاعو كيما تشوفوا فيه، وجهه قهوة مزيانين كيما هما، وسطو مفوج معناها منفج بالقدا، حاجة مزيانة هذايا سختو للكبار، ما تعطيوش منه للصغار خاطر فيه برشا قهوة، والقهوة أليكسيت شوية الصغار ترسي كان ياكلوه لكم العشية ما يرقدوا لكمش في الليل، هذاك علاش. الوغ انا نصيحه وكهو اللي مستانس بالقهوه ينجم ياكل منه من غير حتى قلق. هذه دبارتي لكم اليوم. انا نخلي الكلمه للشيف سامي ونشكركم على المتابعه ونقول لكم الى لقاء برا جديده ونهار جديد. مشكوره شيفه ومشكوره على الوصفه الحلوه ياسر. انا زاد طاولتي حاضره وبديت بالمصلي اللي قلت لكم فيه حاجه اليوم سبيسيال مش كما المصلي نتاعنا الكلاسيك اللي زدته من الاول المشمش الشايح والعوينه الشايحه، وفي الاخر زاد قبل ما ندخلوا للفور زدتوا اكل عود قرنفل اللي عطى المطعم نتاعو. الديماراج ساهل من الاول، جوست بزيد بصل باش نقليوه مع الدجاج لين يحمروا، ومن بعد نزيدوا شويه ماء بالطبيعه باش يولي فما كيما هكا الصوص، باش من بعد كي نحط البطاطا والطماطم والفلفل ونحط الدجاج نتاعي ونغمه شويه بالماء، ونزيد كما قلت لكم اكل جرين نتاع الكانيل نتاع القرفه ونحطه في الفور. مع هو عملت السلايطه نتاعي هذيا اللي الباز نتاعها حمص وبيتراف، اللي قلنا اول حاجه البيتراف باش الكولوراسيون ديك السوفيكس معناتها ما يدبغش كما قلت لي شافها، زيدوه من الاول الزيت زيتونه معناتها الزيت باش يقعد يشد لونه. ومن بعد زدت لي زانغريديون اللي هما زيتون اخضر مع دنوس زيت زيتونه نتاع طن الموجه بالطبيعه، مع هو الفخوماج مرياح فخوماج دو كومباني اللي اخترته اليوم، وعملنا له عصير قارص بالطبيعه وشويه ملح وفلفل اكحل، ومن بعد زيناه بال كما تشوفوا نتاع الطن موجه اللي بالطبيعه مدللنا. انا نقول لكم ان شاء الله عجبكم الوصفات نتاع اليوم، نتقابلوا ان شاء الله في نهار اخر في وصفات جدد. ميرسي يا لي شيف. انا بدي نشكر سونتر دي ستيك باك ستيج، نلقاو في العوينه باج فيسبوك انستغرام باك ستيج، تليفون 29 30 20 10 تطلبوهم تاخذوا الرونديفو وتمشوا تتمتعوا بالفورفي اللي عندهم الكل. كما نشكر انزو شوز، نلقاو في المنزل 7 حتى سونتر كرام باج فيسبوك انزو شوز، انستغرام انزو شوز اوفيسيال. دونك المره اللي ساقه كبيره 43 راه تنجم تلقى صبات الوتام من عند انزو شوز، واي ارتيكل يعجبك من عندهم يوصلك لون انت موجوده على كامل تراب الجمهوريه. ميرسي فريق الاعداد زملتنا هلا بن جمعة، ميرسي الفريق التقني، ميرسي جمهورنا العزيز داخل وخارج التراب التونسي. ملتقانا إن شاء الله غدوة بسلامة.
بن مرياح علاش ليه؟ بن مرياح علاش ليه؟ انت الحره بين نساهم، انت الفن وانت لالاهم، تصنيفك تفوت قداهم وتشفيهم من نار القايده. طيب نقلي ولا نشوي معون كله ما يلصقش فوق الغاز ولا في الكوشه كي تغسل ما يتجرحش. هذا المعون وهذه احسن جوده، خلي الناس تشوف ومعنا تعرف الفايده، احسن ما في السوق ليك والباقي العايله، بيديك انت تحمل وتمنى المايده. OMS كوزيني اوترومون. يا اللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشره جمعتنا قوتنا في لمتنا. سمحت شيف مسهلها البنة. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلا سلا، وتن البدر حضرناه سلا سلا، محضر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ وردة سرنا المحبة. البروموات مع OMS ما توفاش. OMS كوليكسيون 4 بيس ب 249 دينار كهو، وتنجم تخلص على 6 شهور. OMS كوزيني اوترومون. اوتيل ياسر مزيان، سورتو الماكلة، سورتو الماكلة ياسر بنينة. هاي والله ب 80 دينار. كم؟ سامحني خويا، تحكي على الاوتيل هذا؟ اي انا ريزيرفيت ب 100 دينار. 100 دينار؟ وين كيفاش ب 105,000؟ كيفاش عملت؟ يا اخي ما تعرفوش لي برتا فواياج احسن سوم وافضل سيرفيس. كي تقول اوتيل افضل الاسعار تقول ليبرتافواياج.com.